الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. أنزل العزيز الرحيم لكافر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فإلى الأبصار فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشر بما أجرك وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء نحيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية جاءها المرسلون. إن أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأرسلنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه الرحمن بدر الله بنا سفر بينهما إني لقيد آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا شحنة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد من رسول الله الذي يستعجلون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبات منه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. يأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم وما لا يعلمون. والشمس تجر لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى هان كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سالك النهار. وكل في فلك يسبحون. وخلق لهم مثل ما يرحمون. إن فلا سرور لهم إن